والله حاسه حالي رح اموت. وعم تكذبي وليه؟ اسمعي، ما في طلعه من الاوضه الا على قبرك، فهمتي؟ والله ما عم كذب، والله الدنيا عم تبرم فيني. بوز ايدك يا رجال، افتح لها خلينا نشوف شو القصة. ابي مشان الله والله مبين كلامه مزبوط. بس إذا طلعت كذابة بدي طربق الدنيا فوق راسها. افتح لها افتح لها الله يخليك يا رجال. ماشي. ابني طلعي. هلا مو وقت عتاب وزعل. بنتي بنتي نعمت مدري شو صاير لها. وينها؟ سرعة جوا تفضلي. ان شاء الله. شو هالمصيبة اللي وقعت على راسي؟ شلون بدي احط عيني بعين الخلايا؟ شلون؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شو طلع معك أم جبري؟ خالتي شو بك يحكي؟ الله يوفقك. يو احكي، فورتيلي قلبي. لك شو بك يشوفي؟ فيني شي؟ مريضة؟ انتي حبلة؟ شو ها؟ والله بكيلك انتي حبلة. انتي كذابة، انتي كذابة، عم تكذبي علي، بدك تنتقمي مني. وحياة الله يا نعمت خانم، اذا بدك بحط ايدي على المصحف الشريف. انتي حبلة، حبلة. وصلنا على الديوان، هلا بسمع منك كل شيء. شري حاجة حوز. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت. حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الدائم على الدوام. يا أهالي العمارة الكرام، ترحموا على الشهيد البطل عمر النقاش الملقب بالزيبة. لي على قلبي، لي على قلبي على شبابك. يا ويلي على هذا الخبر. يا باطل، الله يرحمك يا تحسين. ترحموا عليه يرحمكم الله، ترحموا عليه يرحمني ويرحمكم الله. يا لطيف على الحكي، سيبا مات؟ لك مات؟ لا يا ربي، لا يا ربي، لا يا ربي، أنا ما عاد فيني، والله ما عاد فيني. لا يا ربي، أنا ما عاد فيني. لا يا ربي، يا ربي، الزب رح يقتلني، أنا كان فيني لف الخاتون وما عملت شيء. يا ربي. وحدي الله يا ماما، وحدي الله. الله ما رح يسامحني يا ماما، الله ما رح يسامحني يا ماما.
شاء الله. الله ما راح يسامحني، الله ما راح يسامحني على اللي عملته. يا أبو الله غفار رحيم، استغفري ربك تؤمريني. يا رب يا رب يا رب لا تحرمني ابني اللي تحرمني يا بعد كل هالسنين. يا رب يا رب والله ما عاد اعمل هيك يا رب، لا تحرمني من ولدي اللي طعمني يا رب يا رب سامحني. والله مثل ما عملنا كليب اخرت من ناحية عقدت القصة انه ابني بين ايديه، اذا ابدا حسين قام الحد عليها اللي رح يموت لك ايوب. كأنه عم يصير فينا مثل ما صار بأبونا الله يرحمه. سبحان الله قديش صعبة ان الواحد ينفذ حكم البشر بأقرب الناس. نحن اللي تركنا أبونا قدرنا على شغلات ما بتسوى قشرة بصل، هو اللي ربانا كل شيء بربنا. آخ يا فارو آخ قديش طلع حطنا غالي. رحمة الله عليك يا رحمة الله عليك. بس معقول معقول ابني اللي بحلم فيه كل عمري شي بهيك وقت وهيك شاكلي؟ يا رب شو صار معك خال؟ قلنا زعيم شو صار معك؟ بشير زعيم بشير خير زعيم خالي شو صار؟ حب بشرك يا خاتون اللي اسمه الزيبع مات وخلصنا منه. شو عم تقولي انتي؟ لا مو صحيح هالحكي. مثل ما عم قلك مات وشبع موت وعقبال عندك ان شاء الله. الزيبع ما لازم يموت، لازم يموت. شو زيبا؟ شو العمل؟ جايكم بالحكي يا رجال، بس لا تاكلوا هم، كله محسوب ومدبر. اهدي شوي يا زمرود. خايفة يا أم رضا؟ خايفة ما يطلع بإيدنا شيء وتروح على خاتون؟ لا لا، بإذن الله ما رح يصير هالشي. بعدين كل رجال الحارة مستنفرين كرمالها. يا رب دخيلك يا رب دخيلك. ها هذا أكيد خالد. احترام سيدي. أهلا سيدي، نفذنا أوامرك بالحرف الواحد. لازم نكون أخذين احتياطاتنا بشكل جيد. كل شيء تحت السيطرة سيدي. عظيم عظيم يا ريان. احترام سيدي. Thank you.
صباح الخير.